هنا على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية في هذا المساء، وعلى بركة الله ينطلق الشوط الثامن الخاص بالقعدان إجذاع من مسافتنا 6 كيلومترات. نسير ونبدأ بعد المراكز وننطلق مع أول المراكز ومع أول الانطلاق هنا مع التحدي الأول ومع أول المراكز. ننطلق هنا مع الانطلاق الأول برزان بشعار سعادة الشيخ أحمد بن ناصر بن علي بن خليفة آل ثاني وحسن بن محمد بن راشد الصعاق في عملية التضمير. يتواجد هنا مع برزان مع أول المراكز، ثاني الأسماء وثاني الانطلاق. وصل رجوان منطلق بشعار هجن الشحانية، والمشاغب محمد بن خالد العطية ينطلق هنا على ثاني المراكز مع رجوان، ثالث الأسماء وثالث الاندفاع. وصل هنا في ثالث المراكز وثالث الانطلاق هنا المنطلق والمندفع على ثالث المراكز من الجانب الآخر. وصل هنا وانطلق على خامس المراكز أو رابع المراكز دالوب بشعار سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد الثاني وخليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك آل عبد الملك في عملية التضمير. هنا في ثالث المراكز رابع الأسماء ورابع الانطلاق. وصل هنا الكايد منطلق على رابع المراكز بشعار سعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة بن حمد الثاني وراشد بن حمد بن علي المدهوشي في عملية التضمير. وخامس المراكز وخامس الانطلاق وصل هنا لافي بشعار سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني وسالم بن عامر بن راشد المدهوشي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة والمنطلقة. وعود إلى الصدارة أول المراكز هنا رجوان منطلق بشعار هجن الشحانية، والمشاغب محمد بن خالد العطية يقدم لنا رجوان مع أول المراكز ومع الانطلاق الأول، ثاني الأسماء وثاني الاندفاع. برزان هنا بشعار سعادة الشيخ أحمد بن ناصر بن علي بن خليفة ثاني، وهنا حسن بن محمد بن راشد بن محمد الصعاق في عملية التضمير. ثالث الأسماء وثالث الانطلاق. وصل دالوب بشعار سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد الثاني، وهنا خليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك هنا في عملية التضمير. رابع الأسماء ورابع الانطلاق. وصل هنا لافي بشعار سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، وهنا سالم بن عامر بن راشد المدهوش في عملية التضمير. وصل خامس المراكز هنا حاتم على خامس المراكز بشعار هجن الشحانية، والذهبي سالم بن فران المري يتواجد هنا مع حاتم على خامس المراكز. هكذا هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة والمنطلقة. وعود مع رجوان منطلق بشعار هجن الشحانية، ويتواجد المشاقب محمد بن خالد العطية بدأ بالمشاقبة هنا على رأس حربة هذا الشوط. هنا منطلق مع الشعار الأدعم الشعار العنابي 3 كيلومترات تنقضي، ويتبقى لنا مثلها منتصف المسافة مشاهدينا متابعينا الأعزاء. ورجوان على أول المراكز منطلق بشعار هجن الشحانية، وهنا المشاقب محمد بن خالد العطية في عملية التضمير. ثاني الأسماء برزان بشعار سعادة الشيخ أحمد بن ناصر بن علي بن خليفة ثاني، وهنا حسن بن محمد بن راشد بن محمد الصعاق في عملية التضمير. ثالث الأسماء غادم دالوب بشعار سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد ثاني وخليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك آل عبد الملك في عملية التضمير. رابع المراكز وصل هنا
المفتي هنا على رابع المراكز بشعار سعادة الشيخ فهد بن قاسم بن محمد آل أحمد الثاني، وهنا خالد بن سالم بن فهد الزبدان. المري هنا على رابع المراكز خامس الأسماء، وصل هنا العاصي بشعار سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن علي بن خليفة الثاني، وهنا عامر بن حسن بن محمد الجفالي النعيمي. هكذا هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وبدأنا بالانعطاف ما قبل الأخير. ورجوان رجوان هناك بشعار هجن الشحانية، والمشاقب محمد بن خالد العطية منطلق على أول المراكز وعلى الاندفاع وعلى الصدارة. ثاني الأسماء ثاني الانطلاق، وصل هنا برزان بشعار سعادة الشيخ أحمد بن ناصر بن علي بن خليفة الثاني، وحسن بن محمد بن راشد بن محمد الصعاق رابع الأسماء. هناك من الجانب الآخر دالو بشعار سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد الثاني، وخليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك آل عبد الملك في عملية التضمير. هذا الاسم اللي تسلل على رابع المراكز، وصل العاصي بشعار سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن علي بن خليفة الثاني وعامر بن حسن بن محمد الجفال النعيمي خامس المراكز. المفتي بشعار سعادة الشيخ فهد بن قاسم بن محمد آل أحمد الثاني، وهنا خالد بن سالم بن فهد آل زبدان المري في عملية التضمير. ها هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وعود مع رجوان رجوان وبدأ العطية بالانطلاق والاندفاع. هناك مع رجوان مع أول المراكز الله يا المشاقب محمد بن خالد العطية ينطلق مع شعار هجن الشحانية، وينطلق أيضا مع رجوان مع أول المراكز. ثاني الأسماء ثاني الاندفاع، هناك من الجانب الآخر حاتم حاتم بشعار هجين الشحانية، والذهبي سالم بن فاران المري ثالث الأسماء وثالث الانطلاق. وصل العاصي بشعار سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن علي بن خليفة الثاني وعامر بن حسن بن محمد الجفالي النعيمي رابع الأسماء. المفتي بشعار سعادة الشيخ فهد بن قاسم بن محمد آل أحمد الثاني، وخالد بن سالم بن فهد الزبدان المري، وخامس المراكز الله الله غادم أبيض بشعار سعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم الثاني وفهد بن علي بن سلعان في عملية التضمير. لكن رجوان 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 منطلق مع أجواء الكيلومتر الأخير من بداية الانطلاق، ورجوان مندفع هنا ما شاء الله تبارك الرحمن. مشكور يا المشاقب مشكور يا المشاقب، هنا يرقص على صوت السماعة والعصا مغروسة في البطان. الله يا رجوان بشعار هجن الشحانية المشاقب محمد بن خالد العطية هنا منطلق على أول المراكز وعلى الاندفاع. ثاني الأسماء العاصي بشعار سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن علي بن خليفة الثاني وعامر بن حسن بن محمد الجفالي النعيمي في عملية التضمير. لكن أعود مع رجوان بدون أي توامر تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمشاقب محمد بن خالد العطية. مشكور يا أبو خالد على هذا الأداء الذي قدمه لنا رجوان، تهانينا والناموس. ولحظة وصوله إلى خط النهاية بدون أي توامر تهانينا والناموس. ثاني الأسماء وصل هنا مع ثاني المراكز، وصل شعار هجن الشحانية مع ثاني المراكز هنا مع الفايز، وفي ثالث المراكز هنا وصل المفتي بشعار سعادة الشيخ فهد بن قاسم بن محمد آل أحمد الثاني، وفي رابع المراكز وصل هنا العاصي بشعار سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن علي بن خليفة الثاني، وفي خامس المراكز وصل أبيض بشعار سعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم الثاني. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تابعنا وإياكم رجوان بهذا الانطلاق وهذا التحدي، والتوقيت الزمني 9:16:09، فتهانينا وناموس لهجن الشحاني، ونهني المشاغب محمد بن خالد العطية. مشهور أبو خالد على هذا الأداء الذي قدمه لنا رجوان بدون أي توامر والعصا في البطان. تهانينا وناموس. ثاني الأسماء أتى هنا الفايز، وثاني الانطلاق الفايز بشعار
شعار يهجن الشحنية، والتوقيت الزمني ولحظة وصوله إلى خط النهاية 9:27 وجزءا واحدا من الثانية. فتهانينا والناموس لهجن الشحنية، وأيضا نهني الشبل جابر بن سالم بن فرع المري ثالث الأسماء. وصل هنا المفتي بشعار سعادة الشيخ فهد بن قاسم بن محمد آل أحمد الثاني، والتوقيت الزمني 9:28 وستة أجزاء من الثانية. هو نهني خالد بن سالم بن فهيدا زبدان المري من قدم لنا المفتي على ثالث المراكز. مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان.